صباح الخير الناس الكل، مرحبا بالضحايا، مرحبا بضيوفنا الكرام من تونس، مرحبا بضيوفنا الكرام من خارج تونس. نأسف لغياب مسؤولين على حكومتنا، مسؤولين على برلماننا، ومسؤولين على رئاسة جمهوريتنا. نأسف لأن هذا يدل أنهم مازالوا يترددوا على تطبيق الدستور، مازالوا يترددوا على القيام بالإصلاحات الضرورية باش تونس ترسخ دولة القانون، ومازالوا يترددوا باش تونس نحميوها من النهب والتعسف. أما احنا عندنا ثقة أن خذينا الثنية وحكامنا والمشرفين على مؤسسات دولتنا جمهورية ثانية أنهم ماشيين على الطريق الصحيح، لكن اجتمع شوية تردد. نقوله المعجزة هي أنها الهيئة تعقد اليوم هذا المؤتمر الختامي، معجزة على خاطر تمكنت باش تنهي أشغالها رغم كل العداءات والتعطيلات والمشاكل اللي واجهتها. هي طبيعية، رب فماش لجنة حقيقة في العالم لقات طريق معبد قدامها وإلا طريق سيارة. مثالش الهيئة قامت بواجبها، وهذا نحبوا اليوم نقولوا للتونس، نقولوا للتونس اللي الهيئة وفات بعهدتها. وسيعرض لكم خلال هذه الأيام اليوم وغدا مخرجات أعمال الهيئة ومدى تطبيق عهدة هذه الهيئة. الهيئة تمكنت من تفكيك المنظومة، منظومة الفساد والاستبداد، وهذا ما يفسر تشنج البعض اللي يحاولوا يعرقلوا المسار. لكن نقول لهم راكم قاعدين تخوضوا في معركة مخسورة، لأنه قطار تونس نحو الديمقراطية، نحو دولة القانون، نحو دستور الجمهورية الثانية خرج وانتم بقيتوا في المحطة. من جملة ما كشفت من حقائق الهيئة هو أنه من حاكموا تونس ما كانوش ديما أوفياء للبلاد، واستفردوا بالحكم، واستفردوا بالدولة، واستفردوا بموارد الدولة. والموارد العمومية ووظفوا الدولة من أجل بلوغ أهدافهم، وسكتوا الأصوات اللي حاولت باش ترتفع لكشف مراميهم القمع والاستبداد والقتل. ماكينة القمع ما تفرقش بين الضحايا، ما عندهاش ضحايا يسار وضحايا نقابيين وضحايا حوض منجمي وضحايا إسلاميين وضحايا تعجيهات وضحايا أقليات. الماكينة تاكل أولاد تونس الكل وتمارس عليهم نفس نوع من القمع، واللي عاينته الهيئة وستعرض في خلال اليومين ذوما أعمالها
أنه آلة القمع من اللي بدينا هي نفس الآلة، وسمحت لنفسها خرق القانون وتوظيف أجهزة الدولة لضرب حقوق المواطنين ولرفع الحماية على هالبلاد دي. اللي قامت به الهيئة هو حلقة محورية من أجل أن هالنقلة للديمقراطية، هالنقلة لبر الأمان كما نقولوا يسير، لأنها مكنت من كشف مواطن الضعف اللي تسربت لدولتنا، وأيضا عاينت مناطق القوة متاع تونس. هالبلاد عندها ما ليها في الإدارة، في الجيش، في الأمن، في القضاء، في جميع المؤسسات العمومية عندها ما ليها وقفولها. وكان هذوما ما وقفولهاش ممكن كانت تمشي في الساقين تونس، لكن هيئة تمكنت من معرفة هالقوة متاع هالبلاد ذي، مش على خاطر عندها أولياء صالحين سهرين عليها، عندها مليها سهرين عليها. تجربة تونسية في العدالة الانتقالية تتميز بخمسة حاجات. بالطبع ثم أشياء مشتركة مع لجان الحقيقة في العالم الكل، لكن ثم ميزة تونسية اللي احنا في الهيئة ونعتقد اللي تونس الكل باش يكونوا فخورين بها. أول حاجة هو عدد الغفير من الضحايا اللي جاءوا أودعوا ملفاتهم للهيئة. احنا بيدنا استغربنا من هذا العدد الغفير، استغربنا على خاطر ما كناش نتصوروا اللي حاجة التوانسة للتظلم لدى مؤسسة دستورية متاع الدولة التونسية كان بالقوة هذية. ما كناش نتصوره، نعرفوا ثم ضحايا، نعرفوا العائلات اللي هي ضحية، لكن لقينا يعني عدد مهول من ناس جات تسجل. راهو عملية التسجيل كانت محطة ملحمة في تاريخ هالبلاد هذية، ملحمة على خاطر عنا صور وتنوريهم لكم تشوفوا كيفاش ناس كانت متأثرة وتقول بمجرد أن أودعت ملفي لدى مؤسسة متاع الدولة التي اعترفت بإحداث المؤسسة حسب أنني وقع انتهاك حقوقي، وأن هالدولة هذية بالاعتراف هذية خذت العهد على نفسها باش تجبر ضرري، وبالأساس بالأساس تضمن عدم التكرار للأولادنا الكل والأجيال القادمين. أفراد، جماعات، جمعيات، أحزاب، أقليات، وإحنا فخورين لعنا أقليات محمية لكن ليس بالمستوى المطلوب. أقلية سوداء، أقلية اليهودية، الأقلية الأمازيغية وغيرهم، اللي احنا مناش منتبهين للميز الذي يتعرضون له، لكن جاءوا أودعوا ملفاتهم، وهذا اكبر يعني اكبر شيء نجم نقوله اللي حققته الدوله. مجرد انه جاءوا أودعوا ملفهم رجعوا الثقه في الدوله، وراهو المسار تاع العداله الكل والمصالحه وتنجيو من بعد المصالحه، راهو اهم مصالحه وأساس المصالحة هي استرجاع الثقة في أجهزة الدولة، مش التوانسة ولو يشعروا هذه دولتهم، مش دولة الغير، دولة اللي اختصبوها واللي جاءوا ارتهنوها لمصالح ضيقة. الميزة الثانية للتجربة التونسية هي عملية الاستماع لكل الضحايا الأفراد. قرابة 50,000 جلسة استماع، مئات الآلاف ساعات الاستماع، وشفتوا انتوما كيفاش الضحايا وقت اللي يجيوا للهيئة ويتوفر مكتب في وسط ناس خبراء وتكونوا
باش يتعلموا كيفاش يسمعوا المعاناة، يسمعوا المظالم، يسمعوا الجروح تاع الناس اللي ما لقاتش ملجأ في دولتها، لكن دولتها توا قاعدة تقوم بواجبها. الناس هذوما كيف يخرجوا يقولوا توا احنا نشعر بالطمأنينة، نشعر بالراحة، وحتى بعد ما يصيرش جبر ضرر آخر، احنا نعتبر اللي جبر ضررنا حصل في هذه الجلسة، لأن الدولة أعطت نفسها الإمكانية أنها تعطيهم الكلمة، تستثيقهم في سرديتهم، وتعتبر اللي بيش يقولوه حقيقة. ثالث ميزة للتجربة التونسية هي أنه بالنص القانوني، ما هوش اختيار متاع الهيئة للحق، بالنص ثم ربط متين ما بين انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي. واليوم العشية في الجلسة اللي تتعلق بالفساد المالي أتتشوفوا كيفاش هالربط هذايا كان محكم وذكي، لأنه تفكيك المنظومة كان يستحيل أنه نعملها فقط إذا انظرنا لمجال انتهاكات حقوق الإنسان فقط، على خاطر ثم ربط متين، وباش نوريه لكم اليوم زملائي باش يعرضوا لكم مخرجات أعمالهم في هذا المجال. الميزة الرابعة متاع التجربة التونسية هي آلية التحكيم والمصالحة. أول تجربة ولو وقع انتقاد هالآلية قبل ما تبدأ تخدم من العديد الأطراف النزيهة، راهو مش الناس اللي ماهيش فرحانة بها، يقولوا فاش قامتوا مش دخلكم في الصلح والمصالحة مع رجال الأعمال اللي خذوا الفلوس واستلاوا على المال العام دون وجه حق، شو مش دوركم؟ اشتغلت الآلية واكتشفنا اللي هو دورنا، ودورنا على خاطر مش بركة جاءوا ناس الكثير، جاءوا اعترفوا اللي هما خذوا أموال من الخزينة على غير وجه حق، وطلبوا السماح من توانسة في بالطبع إجراءات لدى الهيئة هذه قاموا به، وساعدوا على تفكيك منظومة الفساد. كيفاش كانت تخدم الكماكينة؟ كيفاش كانوا يسرقوا بالضخامة؟ كيفاش كانوا ينهبوا الخزينة العامة؟ كيفاش كانوا يعملوا تهرب الجبائي والتهرب الأموال مش بركة في تونس وفي خارج تونس؟ سلسلة من المعلومات اللي باش تعطي للدولة آليات ثمينة للوقاية من الفساد. للأسف صارت المحاولات العديدة لإجهاض هذه الآلية، وتعرفوا أنتم قصة مسلسل متاع قانون المصالحة. زملائنا اليوم بشي أيضا يعطيكم بالتفصيل هالقصة متاع هالمسلسل هذا، اللي في عوض الناس تجي تطلب سماح وترجع فلوس للدولة، والهيئة رجعت فلوس للدولة، وحتى مؤسسة متاع مصادرة أو غيرها ما رجعت مليم للدولة، مثلا كان هيئة حق الكرامة عن طريق آلية التحكيم والمصالحة اللي رجعت فلوس الدولة ولا زالت قاعدة وتكمل في الإجراءات التحكيمية، لكن وقت اللي يجيهم يقول لهم أنتم علاش تحبوا ترجعوا وتكشفوا أموركم وتتعرفوا وتتلزوا باش تطلبوا السماح؟ ما يأسهل باش نعملوا لكم عفو ومن غادي لغادي. وتعرفوا أنتم اللي هاللجنة خفية الاسم وخفية الأعمال وخفية النتائج اللي توجدت في وزارة العدل، اللي يمشيوا يطلبوا منها السماح بالسرقة وياخذوا العفو بالسرقة، خدمة أكثر من 200 من أجرموا في حق البلاد خذوا عفو. لكن احنا نقولوا لهم ما كمش هاربين، عنا قضاء في تونس، وانا نحب نحيي اليوم دور اللي لعبوا القضاء
في مسال عدل انتقالي. لعب دوره بالفم والملاه كما نقولوا احنا. لولا هالدوره ذي ما كانش تنجح العدالة الانتقالية في تونس. هالدور خلاهم أنه اليوم ثم دوائر قضائية متخصصة قاعدة تشتغل ولا تجابه بعفو سابق، يعملوا العفو اللي يحبوا عليه، القضاء موجود والدولة باش تاخذ حقها منهم اللي هاربين. والعشية نحب نأكد لكم راهو الجلسة على الفساد المالي راهي فيها معطيات تفسر كيفاش تسرق الخزينة، كيفاش الدولة تولي ما عاد عندها حد شيء، ضعيفة وتمشي تتسلف وتتزيد تتسلف وتتدين وتزيد تدين وتخلي من يملئ عليها اختياراتها سياساتها خليوا لهم المجال أكهو أعطاك الفلوس بالمشروط تعطي أكهو الشرط تنفذوا. علاش؟ خاطر فلوس الدولة عند كمشة سراق والدولة ما عندهاش الشجاعة باش تعيط لهم أي توما معروفين إيجي ورجعوا الدولة الفلوس وما نعمل لكم حد شيء رجعوا برك. لا يخليهم في مكاتبهم نغرقوا البلاد وقت اللي ثم احتجاجات تاع مواطنين ما عادش دخلت باش تاكل زيدهم زيادة. لا ما نجموش ما نجموش نخليوا التوانسة ينتفعوا بمواردهم، اما نجموا نخليوا للسراق الفلوس اللي غرقوا بها البلاد وتفاصيل تجيكم اليوم العشي. اليه تحكيم مصالحه نجحت رغم جميع هذه العراقيل، واكبر نجاح هو انه ثم مبالغ محترمه قاعده تدخل للخزينه، دخلت وباش تزيد تدخل للخزينه العامه باش تخلي حصانه الدوله. فماش دوله راهو بلاش امكانيات ماليه، ضعف الدوله كتبنا خزينتها فارغه، كي تبدا ضعيفه تولي لقمه لمن هب ودب داخل وخارج. اخر ميزه للتجربه التونسيه هي مقاربه النوع الاجتماعي، اختيار انه نهتم بالمراه والفئات الهشه في التحقيقات متاعنا وتكون عندنا ادله اجراءات خاصه بهم تمكن ايضا من معرفه حقيقه من عادة يوقع إخفاء صوتهم. يحبوا السلم الاجتماعي صحيح؟ التوانسة يحبوا السلم، راهم ما همش متاع حروبات، يحبوا هيش الحروبات كانش تتفرض عليهم، كي تتفرض عليهم يعملوها ويكونوا في مستوى التحدي. وأيضا اليوم العشية تتراو كيفاش وقت اللي تحدينا الاستعمار توانسة دافع على بلادهم بالدم وبكل شيء. نحبوا سلم الاجتماعية، فماش سلم اجتماعية دون الوقوف على مصدر إضعاف الدولة ومساءلة من أجرم في حقها واسترجاع الأموال المنهوبة للخزينة والقطع مع ماضي الانتهاكات. ويلزم تولي الدولة مصدر الحماية ليس مصدر الانتهاك. الدولة التونسية بالدستور والقانون مطالبة بتطبيق بتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة فصل 70 من القانون العدالة الانتقالية. ماذا توصي الهيئة؟ ماذا توصي به الهيئة؟ أيضاً اليوم جميع الجلسات ستقترح بعض إصلاحات وستستمع أيضاً لآرائكم لمقترحاتكم من أجل إدراجها في تقريرنا وفي التوصيات، من أجل أن هذه التوصيات ما تكونش فقط ما توصلت له الهيئة لكن أيضاً تعبير على ما عبر عنه المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ومن رغب في ذلك من شخصيات أن يساهم في هذا في هذه الإصلاحات. أول توصية أخذ القيام بالإصلاحات لضمان عدم التكرار.
شيء ما عملنا. إذا كان نتصور أن العدالة الانتقالية هي نبش في الماضي، العدالة الانتقالية هي تهم المستقبل، تهمش الماضي. الماضي كما يقولوا سكانيناه، حاولنا باش نفهموه باش نعرفوا كيفاش نبنيو تونس، تونس اللي تحمي أولادها وتحمي أرضها تحمي مواردها، وسقف تونس يجمع الناس على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف رؤاهم وعلى اختلاف انتماءاتهم السياسية. كلهم أولاد تونس وكلهم محكوم عليهم أن يعيشوا مع بعضهم، ما عندناشكم باش نطيشوا في البحر. كلهم أولاد تونس وكلهم يزم يقاو بلاصتهم في تونس. أما تونس اللي لا أحد يكون فوق القانون، يكون القانون فوق الجميع، وذي يرتاحوا لها تونس الكل، يرتاحوا لها حتى أصدقائنا الأجانب اللي كيف يجيونا يطلبوا حاجة. فما شكون من الكبارات جاي للرئيس الدولة قالوا نطلب منك حاجة باركة، أنه قضاءكم يكون مستقل وقانونكم يطبق على الجميع. هذوما الناس يحبون يعيطوا لهم باش يستثرموا، استثرموا استثرموا باقي قلتها بالمقلوب. اي جو استثرموا باش كي تبدا قانون غاب وبالمعارف ناخذوا حقنا. شنو ما عملنا؟ تحبوا نبنيو عسير، تحبوا البلاد هذيا تهز راسها وتنجح. القانون فوق الجميع. يلزم أيضا تنقيط الإدارة والأمن والقضاء وجميع مؤسسات الدولة. من أجرموا في حق مؤسساتنا وقاموا بانتهاكات باسم الدولة وبحمايتها وهم لا يستحقون أن يكونوا موظفي دولة. هذه يسميها الفيتينغ وموجودة في القانون، ما خلقناهاش احنا، طبقنا القانون. من توصيات الهيئة جبر ضرر الضحايا، وما هيش مزية، وما هيش مزية باللي باش تعمل الدولة راهي ماهيش باش تعوض للضحايا لكن الانتهاكات اللي صارت لهم، هي جبر ضرر عندها صبغة معنوية أكثر منها مادية، لكن الجانب المادي واجب دولة. كي واحد يعمل حادث مرور راه طبيعي يعني يمشي للمحكمة وياخذ تعويض، أما كل حد المرور تقوم به الدولة ودقدق شعب ودقدق العباد ودقدق عائلة ودقدق الجيران، إيه ذاك ما يستحقش شوية تعويض على الأقل؟ آه باش تنهكوا الخزينة، منين جابوها؟ منين جابوها؟ فماش انهاك الخزينة، ثم حلول قيناها. وسيقع عرض هذا الموضوع اليوم، عندنا برنامج جبر ضرر لا ينهك الدولة، بل بالعكس باش يكون مصدر تاع تدفق أموال لدى الخزينة. ندخل في التفاصيل اليوم، أي غدوة جبر ضرر، غدوة جبر ضرر نعطيكم تفاصيل أكثر. الضحايا باش معنى حقوقهم وجبر ضررهم باش يكون مصدر ثراء للدولة وليس العكس. كان نحسبوا لكم الأموال اللي تصرفت من وكالة الاتصال الخارجي على البرانيين والدخلانيين حاجة مهولة، أما هم الناس اللي عملوا وكالة الاتصال الخارجي ومش فرحانين بالثورة ومش فرحانين بالديمقراطية ومش فرحانين بالدستور، حسدوا الضحايا على تعويضات بسيطة باش يلحقوا، حسدوهم. يعني تو نعملوا لكم العروض وتطراو اللي لا وجه مقارنة بين هذا وذاك، يرجعوا فلوس الدولة وتو نلقاو باش نعطيهم إذا كان حرتنا، يرجعوا فلوس الدولة ونعرفوهم واحد واحد بالاسم، كل واحد شخذا وباش نعرضوه. إن كانوا موظفين دولة لقينا موظفين موظفين سامين عندهم حساب جاري بالخارج وعندهم ثلاثة حسابات جارين في تونس وعندهم المليارات، موظف ده يسيد نحسبه وزير وحسب له شهريته وعمره ولا مسها ما يخلطش.
من أين لك هذا؟ سي شوقي بحذنا اليوم ويعمل لنا برشا من أين لك هذا، وإن شاء الله ينجح في مهمته. وتعرفوا سي شوقي التهديدات اللي قاعدة تتوجه له، اللي يحط إيده على هالموضوع ياكل مكلل بل نهار العيد. أما موش باش ينجحوا، معركتهم مخسورة. الشعب ذي باش يقف على أملاكه وأرزاقه وموارده ودولته وتونس لمن يدافع عليها، واللي يحب يسرق ما نخليهوش يسرق، عنا قضاء تحاسب. وما نحبوش الحبوسات، زيدا نعبيه وإحنا ما حشناش بالحبوسات، يرجعوا فلوس الدولة. أيضا هيئة باش توصي بحفظ الذاكرة، عش نعملوا بها حفظ الذاكرة؟ مش باش نعملوا شوية كما يقولوا نوستالجي، مش هذا الموضوع. حفظ الذاكرة أيضا يهم المستقبل، ميهمش الماضي. زرتوا أكيد أنتم بلدان في أوروبا، في أمريكا اللاتينية، وفي إفريقيا، المغرب، حي زملائنا من المغرب الحاضرين، تتلقوا أماكن ذاكرة الانتهاكات. علاش؟ مش ما نساوش، راهو في البلاصة ذية راهم هاوش قتلوا، وراهو في البلاصة ذية هاوش ذبحوا، وراهو في البلاصة ذية هاوش عذبوا. ما يلزمش نعاودوا، يلزم وليداتنا كي يقراو في المكتب يعملوا زيارات لهالبلايص هذي كما يعملوا البلدان المتقدمة الكل، باش الذاكرة هذية توقيهم من استمرار الاستبداد. وعندنا مقترحات في الذاكرة باش تسمعوهم غدوة سعاد، غدوة عندنا توصية مهمة برشا، حماية مسار المسائلة القضائية. الضغوطات بدأت على القضاة والتهديدات بدأت على القضاة. تحبوا تحاكموا هذوكم راهم قويين، لبيات قويين، راهو شردوا بالكم ويهبطوا لكم. اخي قاضي باش يولي يجيب المسدس في المحكمه شو لازم يعمل؟ يلزم الحكومه تتحمل مسؤولياتها في حمايه القضاة، وهذه ماهيش رغبه، هذه اجراء اجباري يلزم يتخذ. وحمايه استقلال القضاء، عملنا مكاسب كبيره في استقلال القضاء، لكن رانا في بدايه المسار، في بدايه المسار، زلنا ما كملناش. عنا يقظه المجتمع المدني. المجتمع المدني التونسي دائما كان حي في جميع حقبات التاريخيه اللي احنا تعرضنا لها من 55 حتى 2013، وكان هو الضمير الحي نتاع البلاد هذه. اش عنده هو؟ عنده الكلمه. وقت اللي الحكام يغلطوا ما نظلكم راكم غلطتوا، راهي ثنيه غالطه، هكا وقفناكم. علاش هي مهمه حريه التعبير؟ باش توفر للحاكم اللي يغلط انه يوقظوه. ودور المجتمع المدني اساسي في استكمال المسار. المسار ما يوفاش مع الهيئه، الهيئه باش تعطي عهده للمجتمع ولجميع المؤسسات اللي عندها علاقه بالعهده، لكن المشوار يلزمو يتنفذ. مش برك نقولوا شنو اللي ما مشاش وش لازمنا نعملو، لازم يتنفذ. التنفيذ هو المحك. اخيرا المصالح، لازمنا نعملوا المصالح. هذه كل عملناها باش نتصالحوا، نتصالحوا بين شكون وشكون؟ ساعه نتصالحوا مع تاريخنا اللي احنا متعاركين معاه. تاريخنا نعملوه كيما الكسكيس، بلاصه نراو فيها نقبه وبلاصه نغطيوها، هكاك ما مراوش كل شيء. لا، لازم نراو كل شيء، اللي عجبنا واللي ما يعجبناش كل لازمنا نشوفوه. وهذه اسمها المصالحه مع التاريخ. واهم مصالحه هي المصالحه مع الدوله، مصالحة مع الدولة. يلزم التوانسة يوصلوا نهار يشعروا الدولة دولتهم، حاميتهم، وهم يضربوا عليها بالبونية وما يخليش كل يتعدى عليها. الدولة ما عندهاش هي بوليس في كل شبر من الأرض، عندها مواطنين متاعها يعسوا عليها، عندها مؤسسات بالطبع متاع حماية جيش وأمن، لكن عندها زادة مواطنين. يلزم المواطن وقت اللي يرى حاجة اللي تهدد بلاده، جهة أجنبية هابط علينا، يا خويا أنا نمشي نبلغ للأمن متاعي ونقول راهم هذوكم قاعدين يتأمروا على تونس. منين يجينا هو الإرهاب؟ هابطين علينا ولقاو فريسة.
عنا باش نقيو نفسنا منه، يكفي باش ناخذ الإصلاحات ونقوم بالإصلاحات الضرورية. ربيع تونس قائم وسيزدهر أكثر بتفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، وشكرا لكم.